طبتم وطابت أوقاتكم طلابي طلاب مادة الأدب للصف الثاني عشر. سنستعرض الوحدة الثالثة لهذا العام في كان ما كان. نصفوا هذه الوحدة أعزائي بارتكازها على فن القصة، إذ ترتكز على المجموعة القصصية كان ما كان، وتتداخل فيها نصوص أخرى منها النصوص الشعرية والنصوص النثرية للتحليل بالارتكاز على الورقة الأولى. كما سيتخلل هذه الوحدة أيضاً التدريب على الورقة الثانية والاستعداد للمهمة الشفهية الرسمية، وسيتم إجراؤها خلال هذه الوحدة. أما عن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها خلال هذه الوحدة، الاستجابة لأعمال أدبية مدروسة تظهر القدرة على تفسير النص وتشكيل استنتاج حوله، ربط العمل الأدبي بالسياق العالمي ومجال الاستكشاف، تحليل قصص من كان ما كان ونصوص منوعة. أما أعزائي عن المجموعة القصصية كان ما كان لميخائيل نعيمة الكاتب اللبناني، الذي ضم في مجموعته الزمكانية كان ما كان ست قصص قصيرة تؤكد الأنا الإنسانية وعلاقتها بالآخر في يومياتها المعاصرة التي تختلف في زمانها ومكانها عما كان، ولكن ما زالت تؤثث كينونتها بغير ذاتها وبما كان. استعان ميخائيل نعيمة في هذه المجموعة لمواصلة هذا النفس الزمكاني المقارن بين الماضي والحاضر بتقنية سردية تقارن بين عنوان المجموعة كان ما كان وعناوين القصص التي ضمتها هذه المجموعة، وهي التقنية السردية المركبة من سردية العنوان وسردية المقارنة والمقابلة، دفعت القارئ إلى التحديق في أمرين: الأول عنوان المجموعة القصصية التي لم يكن عنواناً لأي قصة من قصص المجموعة، والآخر المقارنة من حيث الدلالة بين عنوان المجموعة كان ما كان وعناوين القصص ساعة الكوكو، سنتها الجديدة، سعادة البيك، العاقر، الذخيرة، وشورتي. أما أعزائي عن ارتباط هذه الوحدة بالواقع، ففن القصة كما تعرفون أعزائي يرتبط بالواقع ارتباطاً وثيقاً، إذ تتناول المجموعة القصصية مجموعة من المواضيع والقضايا الاجتماعية التي ترتبط بالواقع وتعكسه، إذ أن الأدب مرآة الشعوب. أما عن أنشطة هذه الوحدة أعزائي، فهذه الوحدة ترتكز على التحليل الكتابي وترتكز أيضا على البحث، سنبحث حول الكاتب ونبحث عما كتب حول أي نص ندرسه، سوف نزور المكتبة بطبيعة الحال ونقرأ المجموعة القصصية منها ونقرأ أيضا مجموعة من النصوص الأخرى، وسنكتب تحليلات كتدريب على الورقة الأولى، وفي الورقة الثانية سنقارن بين نصين مختلفين. أما عن ربط هذه الوحدة برسالة المدرسة ورؤيتها، فتعطي هذه الوحدة بيئة مليئة بالتحديات. تشتمل هذه الوحدة على مهمات تحليلية لنصوص مختلفة، مما يضمن تعرض الطالب لمجموعة من التحديات تؤهله لاجتياز تقييماته الخارجية بنجاح، وتتعزز لديه سمة التفكير والتأمل. أما عن التفكير العالمي، ترتكز هذه الوحدة على استكشاف لقضية إنسانية إضافة إلى استكشاف الكتاب والنصوص والقراء ضمن قضايا ومفاهيم ومبادئ يتشاركها العالم الإنساني لتتعزز سمة منفتح ومتوازن. وأيضا تؤهل هذه الوحدة إلى تعلم مستمر مدى الحياة، إذ تناقش قضايا إنسانية وقضايا اجتماعية عامة، وكلها تفيد الطالب مدى حياته، مما يعزز سمتي متوازن ومتأمل.
أعزائي طلاب مادة الأدب من الصف الثاني عشر، أشكر لكم حسن تواصلكم واستماعكم، وأرجو لكم التوفيق في اختباراتكم الرسمية والنهائية في كافة المواد.